بشكل راقي جدا وإيجابي. دارت مناقشات النهاردة داخل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال بخصوص عدد من مشروعات القوانين اللي بيتم دراستها ومناقشتها بأسلوب حر وديمقراطي. تحدث الجميع داخل الجلسة وعبر عن رأيه تجاه كل ما بيتم مناقشته، خاصة مشروع قانون مجلس الشيوخ بكل تفاصيله، وده للوصول للصيغ القانونية الأمثل لما سيقول إليه مجلس الشيوخ اللي هو الغرفة الثانية للبرلمان المصري، واللي تم استحداثه في استفتاء أجري خلال شهر إبريل من العام الماضي. في سياق متصل، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال قال ان الانتخابات اللي جرت في عام 2012 جاءت بكوارث ومصائب تعاني منها مصر حتى الان. لفت انه الضمانه الوحيده لاراده الناخبين هي احترام نزاهه الانتخابات. ده اتقال في معرض تعقيب دكتور علي عبد العال على مقترح للنائب هيثم الحريري في الجلسة العامة النهاردة بأن تكون القائمة نسبية وليست مطلقة في مشروع قانون إصدار قانون مجلس الشيوخ على غرار انتخابات مجلس الشورى في عام 2012. النائب محمد أبو حامد قال إنه ليس هناك في تاريخ مصر السياسي ما هو أسوأ مما حدث في الانتخابات اللي جرت عام 2012. أضاف كمان إن هذه الانتخابات شهدت استغلال ديني واستخدام للمال السياسي في أبشع صوره. المادة الثانية من مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ اللي بيناقشه مجلس النواب في جلسته العامة النهاردة، بتنص هذه المادة على أن يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. السادة الأعضاء، الموافق على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع اليد. السادة الأعضاء، حيث أنه لم يسبق عرض هذا المشروع بقانون على مجلس الدولة عملا بحكم المجلس. بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون الخاص بإصدار قانون مجلس الشيوخ، تكون قد اكتملت موافقات المجلس على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، ويتبقى أخذ الرأي النهائي عليها بعد مراجعة مجلس الدولة. ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستوري طبقا للتعديلات الدستورية التي أجريت العام الماضي، وكان أبرزها عودة عمل البرلمان بنظام الغرفتين الشيوخ والنواب. ونص مشروع القانون على أن يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو ولا يقل عن 180 عضوا، وينتخب الثلثان بالاقتراع السري المباشر، ثلث بنظام القوائم وثلث بالنظام الفردي، على أن يعين الثلث الأخير كما هو معتاد من قبل رئيس الجمهورية، وتستمر مدة عمل المجلس 5 سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة. كما نص مشروع القانون على أن يخصص للمرأة 10% من عدد مقاعد مجلس الشيوخ، وفيما يتعلق بعدد الدوائر الانتخابية يتم تخصيص 27 دائرة للنظام الفردي وأربع دوائر لنظام القوائم، على أن يخصص لكل دائرتين منها 15 عضوا لكل دائرة، فيما يخصص للدائرتين الأخريين 35 عضوا لكل منهما. وفي المادة الرابعة من مواد الإصدار، ينتخب مجلس الشيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع له الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، ويرأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. محاولة التوصل لصيغة توافقية ترضي جميع الأطراف تحت قبة مجلس النواب كانت السمة الرئيسية عند مناقشة النواب لمشروع قانون مجلس الشيوخ الذي عاد من جديد ليعمل جنبا إلى جنب مع مجلس النواب في سن القوانين وصياغة التشريعات. من مجلس النواب، محمود إسماعيل، التلفزيون المصري.